نرحب بمراسلنا من بغداد يعرب القحطان. يعرب، أهلا بك معنا. هل بدأت قيادة العمليات بتطبيق أوامر مصادرة الدجاج الموجود في الأسواق؟ نوار، ولكل متابعي قناتي الشرقية والشرقية نيوز، آخر بيان لقيادة عمليات بغداد كان واضح، وهو حظر دخول الدجاج من منفذ الراجدية. هذا المنفذ الذي حسب المصادر المؤكدة التي حصلنا عليها يبعد عن بؤرة الإصابة حوالي بين 3 إلى 10 كيلو متر مربع. هذه المنطقة حرمة تماما من دخول المجمد أو الحي أو حتى البيض وكل مشتقات الدجاج من هذا المنفذ إلى العاصمة بغداد. محافظة هذا المنفذ المحاذي أو منفذ الذي تأتي منه الشاحنات عن طريق محافظة ديالى، تم منع دخول الدجاج من هذا المنفذ ببيان واضح وصريح. أيضا محافظة بابل ممنوع دخول اللحوم حتى يوم 7/8، أي بعد تقريبا أيام قليلة من الآن. باقي المحافظات يسمح بالدخول لكن بشرط أن يكون الدجاج ذو يعني متعرض إلى الفحص الطبي من قبل دوائر البيطرة، من قبل المحافظات التي أتت منها هذه اللحوم. لغاية الآن كل الأسواق، وعملنا تقرير سابق عن الموضوع، لا تزال تتكدس الدجاج سواء المجمد أو الحي، يتكدس بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أي بيع وشراء بهذه الدواجن بسبب تخوف الأهالي في العاصمة بغداد من انتشار وباء انفلونزا الطيور بين المواطنين. لا تزال لغاية الآن لم تسجل أي إصابة بحسب التصريحات الرسمية، على الرغم من المناوشات التي تأتي من هنا وهناك التي تتحدث عن وجود إصابات بشرية. لكن اليوم عمليات بغداد، وبعد يعني جدول وزارة الزراعة التي أعطته إلى عمليات بغداد، قامت بهذه التعديلات. يوم أمس تظاهر المئات من أصحاب الدواجن من محافظة ديالى ومن محافظة بابل ومن المحافظات التي عليها حظر، حتى من محافظة بغداد التي عليها حظر بتصدير الدجاج إلى باقي المحافظات. تظاهروا يوم الأربعاء أمام مبنى وزارة الزراعة، وتظاهروا يوم أمس أمام مبنى محافظة بغداد. هذه التظاهرات أضفت إلى هذا التعديل، لكن الحظر لا يزال ساري المفعول على مدخل الراجدية، المدخل الذي تأتي كل اللحوم من محافظة ديالى. كل البؤر موجودة في محافظة ديالى، بؤر الإصابة بإنفلونزا الطيور. أيضا هنالك مصادر شبه رسمية أبلغتنا. طيب. نعم. طيب يعرب، يعني هناك مطالبات بأن تكون لأصحاب الدواجن شهادات صحية داخل العاصمة كي يتم يعني عملية حجر هذا المرض وعدم انتقاله. هل هناك يعني تجاوب من قبل أصحاب الدواجن داخل العاصمة بغداد في عملية توفير شهادات صحية وأيضا تطبيق تعليمات وزارة الزراعة وأيضا عمليات بغداد؟ نعم عمر، أغلب الدواجن في العاصمة بغداد هي تقريبا موجودة في حزام بغداد، في مناطق التاجي وأيضا في مناطق أبو غريب. أبلغتنا وزارة الصحة، لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة، أنها باستمرار تقوم ب يعني إتلاف العشرات من الأطنان من الطيور الحية وحتى منتجات الدواجن. في كل سنة تقول الجهات يعني الجهات الرسمية أنها تطالب هذه الدواجن بكتب رسمية من أجل تلافي ما يحصل في كل عام. نحن نعرف أنه العام الماضي كانت هنالك نفس المشكلة، لكن تفاقمت في هذا العام نتيجة عدم وجود أي من أصحاب الدواجن قاموا بتفعيل واستخراج كتب رسمية. طبعا الكتب الرسمية ويجب أن تسجل بوزارة الزراعة ووزارة الصحة
الصحة لكي يضمن هؤلاء يعني أصحاب الدواجن الحصول على اللقاح السنوي الذي يقدم من وزارة الزراعة ووزارة الصحة حتى يتم القضاء على إنفلونزا الطيور بين صفوف الدواجن، لكن لا وجود لأي استجابة من قبل أصحاب الدواجن أو حتى متابعة من قبل الأجهزة الرسمية لهذا الموضوع. يعني أود أن أنوه إلى مسألة مهمة جدا، أن المصادر الرسمية تؤكد وجود تهاون في يعني عملية إتلاف الدواجن، لا سيما وأن كميات الدواجن تقدر بالأطنان يعني تقريبا أكثر من 100,000 طن من الدجاج المجمد وصل إلى بغداد. هنالك عملية تلكع وصل إلى أطراف بغداد، لم يدخل إلى بغداد. هنالك عملية تلكع بعملية إتلاف من قبل محافظة ديالى، هذا ما أبلغنا به من قبل بعض الجهات الرسمية التي فضلت عدم الكشف عن اسمها. هنالك ضغوطات ربما سياسية أو حتى أمنية بعدم إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الدجاج، وبالتالي أن تنعكس سلبا على الوضع في البلاد، ولا سيما نحن مقبلون على انتخابات. الكل يتخوف، لا سيما المسؤولين الذين هم على صلة مباشرة بتنفيذ هذه عملية الإتلاف لهذه اللحوم، يتخوفون من اتخاذ مثل هكذا قرارات ربما تؤثر على موسمهم الانتخابي. نعم. طيب يعرب، يعني كيف استقبل الشارع العراقي هذه الأنباء؟ يعني بداية بإتلاف أطنان من الدجاج متواجد في الأسواق في بغداد، وأيضا منع إدخال الدجاج اليوم إلى العاصمة. نعم، يعني في العاصمة بغداد لا يوجد أي يعني استخدام للدجاج حاليا. كل المواطنين التقينا بهم قبل أيام في الأسواق الشعبية يتخوفون من أن يأخذوا الدجاج الحي أو حتى الدجاج المجمد. الأسعار هبطت إلى الربع، ومع هذا الدجاج يتكدس بالأكوام في الأسواق الشعبية، رغم تطمين وزارة الصحة أن الموجود في الأسواق هو غير مصاب، لكن هنالك مطالبات من قبل الأهالي بضمانات لأن يعاودوا استعمال وطبخ هذا الدجاج، لكن هنالك تخوف، وبالفعل هو يتكدس في الأسواق الشعبية وهبط يعني سعره إلى يعني أرقام قياسية. لكن وزارة الزراعة ووزارة الصحة تطالب باتباع الإرشادات الصحية في عملية طبخ الدجاج والبيض حتى لا ينتشر الفيروس إلى الإنسان، لكن من باب يعني دفع البلاء توجه المواطنون في بغداد إلى عدم استعمال الدجاج والبيض وكل مشتقات اللحوم سواء المستوردة من دول الجوار أو حتى الحية، لأن بعد الأخبار التي تحدثت عن تلف العشرات من البؤر والعشرات من الدواجن في مناطق حزام بغداد والمناطق المحاذية لمحافظة بغداد. نعم يعرب القحطان مراسل شرقية نيوز من بغداد، شكرا جزيلا لك.